سافر جوزها لنورة مهشار حتى باقي هون هي وبنتها؟ يا حبيبتي اذا مسافر ولا مش مسافر ما هن بيضلوا عندي. اسم الله هالصبي شو مهضوم. اسم الله. شايفة؟ يقبرني ان شاء الله. بنطر ناطرة لتخلي بنتي عندي. يلا انا رح افتح. اوكي. ما اعز من الولد الا ولد الولد. ان شاء الله نقشع على ايدها ولد يا رب. صباح الخير. صباح النور. تفضل. اي. شو ما عجبتك القهوة تبعي؟ اشربي. صحتين. حلوين الاولاد بس متعبين. بس بعضهم اكيد. ما فينا نعيش كيفك سامي؟ كيفك سامي؟ منيحة. الحياة بدها تكمل. صباح خير. اهلا اهلا طارق. صباح خايبة لكرسي. نشكر الله. ايه الحمد لله. خير. وقريبا رح نخلص من العكاز. عم بعمل كل شيء، تمارين ومساجات. رح ارجع امشي احسن من قبل. الله ما عندي شك. اكيد اكيد. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. لا خالتي خلينا نقعد شوي برا. ايه طيب مثل ما بدك. اعطيني الصبي. ماما جربي نسي بليز. ما في. جدك برات الحبس. يعني انا خايفه. خايفة عليكم. ماما ما بقى حيسترجع يعمل شيء. إذا بيعمل أي حركة بينلقط. أنا بطلت خايفة منه صراحة. ما بقى بدي أعمل له حساب حياتي. أنت لازم تعمل زيت الشيء. هيدا هادي. قالنا إنه ننطره لأنه بده يجي يسكر الحساب مع المستشفى تنروح. ماما بدك ضلك هيك زعلانة قدامه؟ مش زعلان، مبسوطة. مش مصدقة. كأني عم بحلم. ماما هيدا مش حلم، هيدي حقيقة. لازم تتعودي. يا ريت بتقبلي تعيشي عندي أو عند خيي. شو بنوت؟ خبروني ما رحت على المدرسة اليوم. خالتي كنت عم فكر فيك. بدي أحكيك. هي يا قلبي أكيد. قولي لي. خبريني شو بدك تحكينا. سمعتي. وقفتك حدي هي اللي رجعت للأمل سمر. وأنا كتير مبسوطة أنك اقتنعت وعم تتعالج. كرمالك. لا طارق أنا ما بدي تقلي كرمالك. سمر أنا بعرف إنك بأي حد كصديقة وبيكفيني هالشي. بيكفيني إني أشوفك دايما وأطمن عليك. ما تنسى إنه في عشرة عمر بيني وبينك. لما فت اليوم وشفتك حامل البيبي عرفت قديش ظلمتك. حقك. حقك انك تتطلقي وتبلشي حياة جديدة. بس بتمنى لما تتذكري ايامنا سوا تتذكري بس الايام الحلوة. نحن كل ايامنا كانت حلوة لحد ما بعرف بعرف. بس برجع ابعتلك للمرة الألف اني انا ما كانت نيتي ابدا اني اكذب واخبي عليكي. ما بدي ارجع اكرر حالي واعيد اللي قلته. بس في شغله وحده بدي اكررها للمره المليون. انت اللي رجعتي لي الامل بالحياه. خليني اساعدك. خليني اجرب حالي. مرسي خالي. مرسي على الكتب اللي عم تجيبه. على كل شيء عم تعمله معي. ولا يهمك. المهم عم تتسلى بالقراية؟ ايه. عم يمرق الوقت اسرع. بتعرف كل ليلة ماما عم تزورني بنامي.
مش عم تقلك انه راضي عليك؟ اوقات بس انا مش راضي على حالي، بدي محكوميتي تخلص لأظهر من هون. طول بالك، هونها بتهون، المهم تخلي عقلك براسك وما ترجع لأنور القديم. بإذن الله أكيد لا. بتعرف أحيانا بيجي عبالي أتصل بريما وأطمن عنها، بس برجع بغير رأيي، بقول يمكن تليفوني يعملها مشاكل مع جوزها عن جديد. مش يمكن، أكيد. ليش عم تحكي هيك يا هنادي؟ لأنه ما في شي حلو، لا البيت ولا المدرسة ولا شي. يا حبيبي بس نحنا اتفقنا إنه ما بقى نفكر هيك، نحنا اتفقنا إنه نجرب نتسلى ونركز على درسنا. ما بدي أتسلى، ما بدي ألعب، ما بدي أعمل شي. كل ما نتذكر عمو وجهي كتير بتضايق. بعدك عم بتفكري فيه؟ عم بفكر بكل شي خالته، أنا كتير مقهورة. بعرف يا قلبي، بعرف إنه كتير صعب اللي صار معك وحياتك، بس بدي اياكي توعديني انك تجربي بتعملي افار، بتشتغلي على حالك، بدي اياكي تجربي ما تفكري بالموضوع وتشيلي هالافكار السوداء من راسك بليز. بس جربي. بدكم ضلكم قاعدين هون؟ هنادي قومي لعند التيتا، قومي اساليها شو عملت الاكل. طيب انا جعت. نورا خليكي شوي، عايزتك كلمة. ماشي الحال، يعطيك العافية. ميرسي. اوكي بالإذن رح أجهز نورا. اوكي اوكي انت أنا بنت أنا عم بتفكر بالانتحار. هيدي بعدها طفلة. هي مش مستوعبة شيء، بس أنا عن جد خايفة إنه تقوم تعمل بحالها شيء تأذي حالها، خصوصي إنه بعدها عم تفكر باللي عملوا فيها وجيه. يا دل أنا شو فيي أعمل؟ دي صار لي 100 مرة عم بقلك تعمليه واللي أنت ما بدك تقبليه. بليز خدي عند بسيكولوج، بليز.